النهارده هتكلم على البرايمر، الصديق الصدوق للبشره والميك اب، الصديق اللي مفيش اتنين بيختلفوا عليه، لان هو بيعمل طبقه عازله ما بين الوش وما بين اضرار الميك اب، بيحفظ وشي وفي نفس الوقت بيقدم خدمه كبيره جدا للميك اب ان هو يحافظ عليه اطول فتره ممكنه على الوش من غير ما يتفاعل مع المسام او العرق او الدهون اللي بتطلع من الوش.